لا ونعم فيها هذا اللي ما قلت عليك اسمع، بينهم اللي لا امس وصلتي عند ابو محمد، والله هدي ونعم. لها امس، ما عليكم زود، شوف الله ما دام يجزيها. الشخص تنبسط معاه في اللايف يا اخي لا جوها حلو، يا اخي جو الناس الثانيه، اوكي دخلنا معهم هم محترمين، اجي يعني يكلمك الحين انت لكن تشوف افضل قست لك من البنات هذه ساره كويسه، ساره مو انا اللي اقوله، العالم اللي تقوله صح نفسك. انا جدا. مع داريا ثنائي بطل، الناس تقول لي انتوا بطل يعني مع بعض. صحيح ايوه في ناس جتني ايش عندك تركيه وما ادري كيف، قلت يا اخوان طقطقه برنامج ترى بس مش الله ما ترى كله واصلا ما في، اصلا في الواقع ما في شيء صدقي، صح صادق ما في شيء صدقي والله. والله اليوم اقول العظيم. لهم اقول يا جماعه لا واصلا تصدقوا الاشياء هذه، شفت الثنائي الحين احبك اموت فيك، ترى هذا الثنائي خلاص صار مكرر، صح صادق خلاص العالم ما عاد تبغى الشيء هذا، اللي بعده وشو يا حبيبي بالزبده، عشان انا وجدت لانك اجنبي جبت اجنبي خلاص ما عاد فيه يا اخي، تكررها من عام كم، من خلاص ما عاد فيه نفس المود، نفس امس وقبله وقبله، كل زق انت وحسابك، صح يقول لك كذا، هذا نتكلم عن الجمهور في جلسته الواقعيه، يقول كل زق انت وحسابك وانت وبثك، بس في ناس ثنائي والله كويس. خلينا مع السؤال سولي. ايوه والله يزيد سوالف سعود، سولف علي سولف انت علي عاد كانك، انت كانك عاد كانك في الملز طايح من جعط دب. حاضر حاضر سولف علي لا بس زين ان الواحد تكون عنده خبره ويكون فاهم للبثوث، يعني مثلا يجيك واحد يقط لك باص يبي ينكبك بشيء، يجيك واحد يبي يطلعك غلطان يبي يطلعك شيء ولا بيكسر ساعتك ولا في عندك راشد يصير بشكل عام حلو. انا اللي بيني وبينها طقطقه مو حب، وحب يعني في حب خفيف. ارحب يا اخي يا الاطراف الله يسعدك. فهمتوا؟ هاي يا سعد الشمري هني 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 هني.